البيئة العمانية بجمالها الطبيعي من جبال وأودية وشواطئ وطيور وحيوانات ورقعة خضراء تعتبر عنصرا مهما وجب التفاعل مع مفرداتها بإيجابية والمحافظة عليها، ولذلك جاء الاحتفال بيوم البيئة العماني. الهدف الرئيسي إدخال مفهوم البيئة وكيفية الحفاظ على البيئة لدى المجتمع، وهذه أهم مفهوم يفترض يكون موجود. نظافة الأودية طبعا، نظافة الشواطئ وشعب مرجانية، تنظيف شعب المرجانية، وحبينا نشارك المجتمع، شرائح المجتمع بالأخص الأطفال. مشاركة مختلف شرائح المجتمع في هذا اللقاء البيئي اللي يجمع الأم، الطفل، الأسرة، الكل يقدر أن يجد له مكان في هذه الفعالية التوعوية البيئية لهم جميعا. نحن لازم نحافظ على بيئتنا العمانية الجميلة، إذا لقينا قمامة في الأرض نشيلها ونعقها في الزبالة. هنا في محافظة شمال الباطنة وبين الأطفال وطلبة وطالبات المدارس وبأسلوب تعليمي ترفيهي مشوق تبث رسائل التوعية بأهمية المحافظة على البيئة بكل تفاصيلها، في احتفال اشتمل على برامج متنوعة من مسابقات ثقافية وفنية ومعرض للفن التشكيلي، إضافة إلى برامج توعوية تجعل المحافظة على البيئة جزءا من السلوك الحياتي الاجتماعي. شاركت بورشة تلوين وتعرفت على الحيوانات اللي تعيش ببيئات مختلفة، وعرفنا كيف نحافظ على البيئة مثل البيئة الصحراوية والبحرية. عملنا في حديقة صحن أشياء عن البيئة، واتجهنا بمخاطر البيئة مثل البلاستيك وكيف نتعامل مع البلاستيك. نحن نحب نشارك بالورشات اللي تصير في سلطنة عمان، ونحن لازم نحافظ على البيئة. وركز الاحتفال كما أراد له منظموه على بث الوعي لأكبر شريحة ممكنة من الجمهور من كافة شرائح المجتمع العماني، وذلك بهدف غرس القيم والمبادئ التي تنمي ثقافة المحافظة على البيئة لديهم. الاحتفال بيوم البيئة العماني استهدف هؤلاء الأطفال وطلبة وطالبات المدارس من أجل غرس ثقافة المحافظة على البيئة منذ نعومة أظافرهم. منصور بن ناصر السعدي، ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة.